أخبار اليوم. تعالوا معنا بقى أبنائي وبناتي العزيزات والأعزاء، نتكلم على السؤال الثالث، وبيبتدي بسؤال كلكم عارفينه وحافظينه لأنه بيعتمد على اللي أنتم ذاكرينه كويس قوي، ما فيهوش أي مشاكل. كل دي الأسئلة دي كلكم عارفينها، وإن شاء الله نلاقي بعضها في ورقة الامتحان. عندنا: ما المقصود بقولنا أن كفاءة محول كهربي 85%؟ أنت عارفين كفاءة المحول هي نسبة إما بين الطاقة الكهربية إما القدرة الكهربية، وطبعا في الملف الثانوي بالنسبة للطاقة الكهربية أو القدرة الكهربية في الملف الابتدائي ونحط في الآخر كلمة تساوي 85%. إذن الإجابة النموذجية، وأنت عارف كويس وأنا عارف أنك شاطر ومذاكرها، يبقى دلوقتي هنقول أنه النسبة بين الطاقة الكهربية في الملف الثانوي للطاقة الكهربية في الملف الابتدائي تساوي 85%. السؤال الثاني: تردد الحرج للبلاتين 1.4 × 10^15 هرتز، ما يضايقكش اي تفاصيل يجيبها؟ يعني هنا مثلا كتب البلاتين، بعد شويه بيقول لك عند 20 درجه مئويه، كل ده هيتكتب في الاجابه بدون اي تاثير على الاجابه نفسها. فمثلا التردد الحرج للبلاتين هو الرقم دوت، فبنقول انه دي اقل تردد مطلوب لتحرير الالكترونات من سطح البلاتين. يبقى ما دام جاب اسم الفلز يبقى لازم في الاجابه اجيب اسم الفلز بس. لكن هو عادة لما بيقول هنا مثلا الفلز يبقى أنا بتكلم بصفة عامة، لكن مدام حددها يبقى في الإجابة لازم أنا كمان أحددها، ما سيبهاش عامة. فسيادتك بس هي الحاجة الوحيدة، وانت برضو خدوا بالك من الموضوع ده، ان احنا نشيل كلمة فلز في الإجابة ونحط كلمة بلاتين لأنه هو جابها في السؤال. السؤال اللي بعده: المقاومة النوعية للفضة عند 20 درجة مئوية هي الرقم دوت أم متر. طبعا انت فاكر انه المقاومة النوعية الوحدة بتاعتها هي أم متر. طبعا صح، برافو، هي مقاومة سلك من الفضة. شوفوا بقى احنا هنوضب التعريف على السؤال. سلك من الفضة طوله متر ومساحة مقطعه متر تربيع عند درجة 20 درجة مئوية. لازم اقولها، لازم اقول اللي هو قايله في السؤال، هو كذا بس نحط أم. ليه؟ لان انا في البداية قلت مقاومة سلك من الفضة. السؤال رقم 4: معامل الحث الذاتي لملف بتساوي 4 ملي هنري. برضو ده سؤال مشهور وانتوا عارفينه كويس، اللي احنا بنقول ان القوة الدافعة المستحثة المتولدة في الملف بالحث الذاتي عندما يكون التغير في شدة التيار المار في الملف 1 أمبير لكل ثانية هو 4. هنا بقى الأسئلة بقى بتتقال، أحط هنا زي ما انت شايف كده في ميلي هنري، هحولها يا مستر، هحولها ولا سيبها ميلي هنري؟ في الحقيقة في التعريفات ممكن أسيبها زي ما هي، في المسائل لازم أحولها. يعني أنا لو سبتها كده أقول 4 ملي فولت في الآخر خالص، أو بتتساوي 4 ملي فولت، لأن أنا في الأول قلت القوة الدفع المستحث. لكن لو عايز تحولها تبقى 4 × 10^3 فولت زي ما أنت عايز، الاثنين إجابتين مقبولتين والاثنين بيحصلوا على الدرجة كاملة. السؤال الخامس والأخير: في ما المقصود بقولنا أن عزم ثنائي القطب المغناطيسي الملف 2 أمبير متر تربيع؟ وطبعا مفيش تعريف بقى هنا، بقى مفيش تعريف محدد في كتابك على عزم ثنائي القطب المغناطيسي، فانت هتضطر تكتب جملة بس تحاول فيها تكتب كل التفاصيل اللي بتعرفها عن عزم ثنائي القطب المغناطيسي. فانا وانت عارفين ان هو كمية متجهة عمودية على مستوى الملف، وهي بتساوي IAN، وفي الاخر تقول بتساوي 2 امبير متر تربيع. اذا الاجابة الكاملة اللي احنا هنقبلها منك، طبعا هنا بنقبل ان يكون في اختلاف بين الطلبة في الاجابة لان انه ما فيش اجابه محدده بالنص موجوده في المنهج، فبتعتمد على فهمك، فاحنا بنقبل الصياغه اللي انت بتقدمها. فعزم ثنائي القطب المغناطيسي لملف 2 امبير متر تربيع معناها ان تلك الكميه المتجهه العموديه على مستوى الملف عندما يمر التيار في هذا الملف وتساوي IAN هي 2 امبير متر تربيع. الجزء الثاني من هذا السؤال، السؤال الثالث بيقول لي: اذكر طريقة يمكن عن طريقها زيادة كل من. خد بالك بقى هنا عايزين تحديد، وهو كويس انه في السؤال كاتب تحت زيادة حاطط خط، لكن انت المطلوب لو انت هو مش حاطط الخط تحط انت الخط عشان تنبه نفسك ان احنا مش عايزين اي عامل ومش عايزين اي طريقة، ده احنا عايزين عشان يزود. فيزود ايه بقى؟ عايزين نزود درجة حرارة غاز معزول دون تسخينه، يعني بدون تسخين الغاز عايزينه يسخن، عايزين درجة حرارته ترتفع. هل في منهجنا طريقة تخلي درجة حرارة الغاز ترتفع دون تسخينه؟ طبعا، اللي هو ايوه بالظبط، العملية الأديباتية. في العملية الأديباتية لما يكون الغاز معزول، وكلمة معزول هنا على طول تبقى العملية الأديباتية، ما دام غاز معزول وانت تعمل شغل عليه، تعمل شغل عليه يعني ايه؟ يعمل له ضغط، تعمل له انضغاط. طبعا انت بتضيف شغل على الغاز
وبالتالي بيضيف هذا إلى طاقته الداخلية، وبالتالي يرفع من درجة حرارة الغاز. إذن الإجابة هنا في العملية الأديابتية عندما يكون الغاز معزول حراريا، فإننا نستطيع رفع درجة حرارة الغاز ببذل شغل على الغاز. السؤال الثاني او الجزء الثاني من هذا السؤال، مدى شده التيار الذي يقيسه الجلفانومتر. انت عارف كل جهاز له مدى قياس معين، احنا عايزين نخلي الجهاز يقيس مدى اوسع، مدى اكبر، فبنعمل ايه؟ صح، برافو، بنحط مجزئ للتيار، يبقى بتوصيل مجزئ للتيار اللي هو بين قوسين، لازم اقول مقاومه صغيره على التوازي مع ملف الجلفانومتر، هذا يزيد من مدى قياس شده التيار. السؤال رقم 3 او الجزء رقم 3، ازاي نزود؟ كل مره اقرا السؤال هنا اروح قاري معاه راس السؤال، ليه؟ عايز اذكر نفسي ان انا بجاوب على ايه، مش عايز انسى انه راس السؤال كان عايز زياده مدى الاطوال الموجيه للطفل المستمر لاشعه اكس. طبعا هنا مهم جدا نحط خط تحت كلمه المستمر، لان احنا في اشعه اكس عندنا نوعين زي ما انت عارف كويس قوي، عندنا الطفل المستمر وعندنا الطفل الخطي، وكل واحد نقدر نزود الاطوال الموجيه الخاصه بيه او نقللها او نتحكم فيها عن طريق عامل مختلف. اذا احنا هنا عايزين الاطوال الموجيه للطفل المستمر، طبعا ده بيتم عن طريق زياده فرق الجهد بين الهدف والفتيله. السؤال الثاني من ب، ثانيا ما العناصر الاساسيه لجهاز الليزر؟ ده سؤال سهل لانك انت عارفه، ده حفظ يعني خالص، تقدر تستظهره وتقوله بكل ارتياح. ما العناصر الاساسيه لجهاز الليزر؟ هم ثلاث عناصر، ايوه صح كده، الوسط الفعال ومصدر الطاقه والتجويف الرنيني. هو عايز ايه بقى؟ حدد هذه العناصر في جهاز ليزر الهيليوم نيون، يعني قول لي الثلاثه دول في جهاز الليزر بتاع الهيليوم نيون هم ايه؟ موجودين في شكل ايه؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه، لما يكون سؤال زي ده في جزئين او ثلاث اجزاء رقمهم، مش عايزك تطلع من الامتحان تقول لي ده انا ما خدتش بالي. ولاد كتير جدا تساله انت عملت ايه في الجزئيه دي، يقول لك ايه ده ما خدتش بالي. طب ما خدتش بالك ليه؟ لانك ما رقمتش وانت بتقرا. يبقى انت هنا عندك سؤالين، ما العناصر؟ ده سؤال هتجاوب عليه، تكتب عليه رقم واحد، وبعدين حدد هذه العناصر، يبقى ده السؤال ايه؟ رقم اتنين. يبقى انت قبل ما تسيب ورقة الامتحان تبقى انت اتأكدت انك جاوبت على الاتنين. طبعا لما نيجي نقول ما هو الوسط الفعال في حالة ليزر الهيليوم نيون، طبعا هو خليط من، حتى اسمه كده، خليط من الهيليوم والنيون، من عنصري الهيليوم والنيون، بنسبة 10 للهيليوم 1 للنيون تحت ضغط 6/10 زي ما انت عارف مليمتر زئبق. بنيجي بقى لمصدر الطاقة، مصدر الطاقة هو مصدر كهربي، يا إما في صورة فرق جهد مرتفع مستمر، يا إما في صورة مصدر متردد عالي التردد، ودول طبعا في حالة الهيليوم نيون. بنيجي بقى للتجويف الرنيني، هو تجويف رنيني خارجي عبارة عن مرايتين يحصران بينهما المادة الفعالة أو الوسط الفعال. يبقى ده الجزء وعلي ثلاث درجات، وجزء سهل جدا بحيث أن احنا جميع الطلبة تستطيع الإجابة عليه. المسألة اللي جاية اللي هي مسألة جيم، نهاية هذا السؤال عندنا مسألة، طبعا انتوا عارفين دايما السؤال بيبقى ألف وبه وجيم، وبيكون جيم دايما بيكون مسألة، فتعالوا نشوف المسألة هنحلها ازاي. ادي المسألة اللي موجودة في السؤال الثالث، في نهاية السؤال الثالث، وزي ما انتم شايفين كده رسمة، انتم المفروض اول ما تشوفوها تتعرفوا عليها. ايوه الرسمة دي ليها ثلاث اسامي بالمناسبة، ممكن نسميها ترانزستور كمفتاح، ممكن نسميها ترانزستور في حالة توصيل مشترك للباعث، ممكن نسميها ترانزستور كعاكس، يعني دي كرسمة ممكن تكون إجابة للثلاث أسئلة. تعال بيشوف صياغة السؤال بتقول إيه، يوضح الشكل دائرة للترانزستور بيعمل كمفتاح، ما نوع الترانزستور المبين بالشكل؟ خد بالك من الترانزستور، طول ما السهم البرة جاي من القاعدة للباعث تبقى ديت NP ان ترانزستور، صح؟ لو لقيت السهم اللي جوه رايح للقاعده يبقى بي ان بي، لكن هنا السؤال الاولاني ما نوع الترانزستور؟ هو ان بي ان ترانزستور. تعال للجزء الثاني، بيقول لي قرايه الملي اميتر، قرايه الملي اميتر اللي هو ده هو الملي اميتر، بيقول لي بيقرا 100 ملي امبير ونسبه التكبير 49 اللي هي البيتا، وعايز الفي دي على الرسمه اللي هي موجوده على الرسمه دي بكام؟
يعني عايز بقى نحسب. هنا قال لي دوت ب 100 ملي امبير، قرايه الملي اميتر، قال لي هنا هوت 50 اوم، قال لي البطاريه ديت 6 فولت، هنا حاطط مقاومه متغيره زي ما انت شايف متصله بالقاعد. فتعال نشوف نحل المساله دي ازاي. طبعا هبتدي من ال 49. طبعا اول ما بتابع مسالتي لازم احدد كل واحد رمزه ايه. ال 49 ده اللي هو مين؟ ايوه بالظبط، هو البيتا، هو البيتا اللي هو بنقول عليه معامل التكبير، اللي احنا بنقول عليه معامل التكبير. يبقى معامل تكبير الترانزستور اللي هو البيتا يبقى هو ده ال 49 اللي انا هبتدي بيه. نشوف كده الخطوات لحل هذه المسألة. فإجابة المسألة اللي موجودة في نهاية السؤال الثالث تبتدي بتحديد نوع الترانزستور، وده حددناه خلاص، احنا قلنا انه ده هيكون NPN. تعال بقى نشوف هنحلها ازاي. احنا قلنا هنبتدي من عند البيتا في الحقيقة. طبعا البيتا بتساوي زي ما انت عارف ألفا على 1 ماينس ألفا، فبنحط 49 بتساوي الالفا على 1 ناقص الفا، فبنجيب الالفا طبعا بطرفين في وسطين، بتطلع الاجابه زي ما انت شايف 98 من 100. وبالمناسبه الالفا بتكون قيمتها قريبه من الواحد الصحيح. طبعا الالفا هي نسبه ما بين التيار خلال المجمع والتيار خلال البعث. وبالتالي بنحط قيمه الالفا اللي هي 98 من 100، بنحط قيمه تيار البعث اللي هي كان الملي اميتر بيقراها اللي هي كانت 100 ملي امبير اللي هي 1/10 امبير. انا حولتها علشان تطلع الاجابه بالامبير. طبعا طرفين في وسطين، فالتيار خلال المجمع بيطلع 98 من 1000 امبير زي ما انت شايف. طبعا بنبتدي بقى بنقول اذا كان ده تيار المجمع فنقدر نجيب فرق الجهد بين طرفين المقاومة 50 اوم طبعا بالاي ار، ادي تيار المجمع وادي قيمة الار في الرسمة زي ما انت شايف قدامك في اذا كنت متابع، دي تبقى 50 اوم. اذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة هيطلع 4.9 فولت، لما تطرحها من 6 فولت يبقى نصيب فرق الجهد ما بين المجمع والباعث هو 1.1 فولت، وده اللي احنا بنسميه جهد الخرج، وده كان المطلوب من المسألة. الجزء الاخير بقى من المسألة بيقول ايه؟ بيقول طب لو زودنا قيمة المقاومة R ماذا يحدث لقيمة V اللي انت حسبتها دي، يحصل لها ايه؟ هل تفضل زي ما هي؟ هل تزداد؟ هل تقل؟ ده اللي احنا عايزين نجاوب عليه. فخلي نكمل الحكاية بالترتيب اللي احنا قلناه. احنا هنبتدي من عند المقاومة المتغيرة R. طبعا المقاومة المتغيرة R هتأثر في تيار البعث، سجل ده عندك، هيأثر في تيار البعث، تيار البعث هيأثر في تيار المجمع، تيار المجمع هيأثر في قيمة فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هي 50 أوم، هيأثر في النهاية في جهد الخرج. فتعالى بالترتيب كده، زيادة المقاومة تعمل إيه في تيار القاعدة؟ صح، تقلله. طب تعمل إيه في تيار المجمع؟ تقلله. طب تعمل إيه في تيار في فرق الجهد بين طرفي المقاومة 50 أوم؟ تقلله. إذن فرق الجهد V اللي هو ما بين المجمع والباعث اللي هو إحنا بنسميه جهد الخرج هو دوت اللي هيزداد. ودي نهاية المسألة وبالتالي السؤال الثالث.